اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في مدينة واشنطن مع السيد جاريد كوشنر مستشار فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور السيد جيسون جرينبلات مساعد فخامة الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. وخلال الاجتماع تم استعراض المسار المتميز للعلاقات التاريخية الوثيقة بين الجانبين وسبل تعزيزها بما يدعم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تم التشاور حول المستجدات والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفرص إرساء السلام في المنطقة والعالم. وقد أكد معالي وزير الخارجية أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقات التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية على المستويات كافة وفق أسس ثابتة من الاحترام والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة. وأعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة عن تقديره لالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بتحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط، مشددا معاليه على أن دور الولايات المتحدة يظل محوريا في التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية وضمانة رئيسية للتوصل إلى سلام شامل في المنطقة. وأشاد معالي الشيخ خالد بن أحمد بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة سياسات إيران التي تستهدف زعزعة الأمن وتقويض الاستقرار من خلال التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعم الميليشيات الإرهابية بالمال والسلاح والتدريب، مؤكدا معاليه أن البحرين تقف في صف واحد مع الولايات المتحدة في مواجهة الخطر الإيراني والتصدي له. من جانبه رحب سيد جاريد كوشنر بمعالي وزير الخارجية معربا عن عميق تقديره للبحرين وحرصها الدائم على التعاون الفعال مع الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مختلف المستويات، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعطي أهمية كبيرة لتحقيق الأمن في المنطقة من خلال العمل المشترك مع دولها الحريصة على السلام.